عيون جل مغمرات يا حي مركب الثلاث. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام التواصل يستمر المنافسات متواصله في هذه الانطلاقات هنا الصباحيه مع شوطنا السادس عشر خصص الابكار المؤجلات هنا ايضا لصايل سن اللقايه والاربعه كيلو مترات مباشره مع الصمود راشد بن عبيد بن راشد بن عاض الدلمهيري على الصدارة يقدم الصمود بينما المركز الثاني وصلت الهبيبة خلفان بن محمد بن حضيرم على اكتبي خذت المركز الثاني المركز الثالث شوف الانطلاق والابداع في هذه اللحظات على مستوى المركز الثالث من خلال الهبيبة السعيدي بن سرور بن سعيد على اكتبي خذ المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع طواري احمد بن سعيد بن سالم بن سعيد الرميذي والمركز الخامس حضور مع ماضي محمد وصالح حال سعيد الكثيري والمركز السادس المركز السادس المركز السادس على الحضور في هذه اللحظات والتقدم مع المركز السادس في هذه اللحظات والابداع الكبير مع المركز السادس هذه من تتقدم في هذه اللحظات والحضور من خلال التواجد هنا تتقدم ظهور مطر بن سعيد بن محمد على اكتبي والمركز السابع المركز السابع الظبي خليفه بن محمد بازوك المزروعي والمركز التاسع المركز التاسع فتنا محمد مبارك بن سهيل يبوني والمركز العاشر نختم بالنداء هذا والحضور والتقدم من خلال تواجد هنا الوصل احمد بن سالم بن سهيل بالشرق العامري يتقدم على مستوى المركز هنا العاشر احد الابطال واحد الشعارات الذين يمثلون اهالي بوابه 11 يا خير تمثيل هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام للعشر المراكز الاولى المتقدمه والتي ناتي بها بالنداء وناتي بها بالمعلومه في هذا الانطلاق والابداع لدى تواجد هذه الشعارات الكبيره لدى تواجد الاسماء الرنانه الحاضرة في هذا الشوط ولكن نعود مع الصدارة نعود مع مقدمة هذا الشوط الله يا سلام يا سلام هذا الصمود الصمود على مقدمة الشوط راشد بن عبيد بن راشد بن عاض الدلمهيري يتقدم مع الصدارة على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول بالإبداع والتحدي والإثارة بينما المركز الثاني تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق الهبيبة السعيدي بن سرور بن سعيد الاكتبي خذت المركز الثاني غيرت إلى مقدمة الشوط تابع للمركز الثالث وصل للوصول من خلال ماضي هذه ماضي محمد بن صالح على سعيد الكثيري خذت المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع المركز الرابع شوف الوصول في هذه اللحظات والتقدم مع المركز الرابع ما شاء الله الثلاث المراكز الاولى بدات بالانفراد عن بقيه الاسماء والشعارات المشاركه في هذا الشوط المركز الرابع في هذه اللحظات حضور وتقدم في هذا الانطلاق من طواري واحمد بن سعيد بن سالم الرميثي خذت المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس ووصل الاكتبي مع بحور مطر بن سعيد بن محمد الاكتبي بدا يوصل في هذا لحظات وينطلق بالابداع والتحدي والاثاره وصل المشغوني وصل المشغوني في هذه اللحظات وفي هذا الابداع الكبير ولكن المتدخله بالانطلاق هذه حذافه سعيد بن خليفه بن عوض الدرميري بدا يتقدم في هذه اللحظات المركز السادس المركز السادس وصل الاكتبي المركز السابع الحضور في هذه اللحظات والتقدم من خلال الظبي يقدمها خليفه بن محمد مرزوق المزروعي والمركز هنا الثامن وصل بالشرقي المركز التاسع المركز التاسع شعار بمنانة والمركز العاشر هذا شعار اليابوني هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام عشاق الرياضة عشاق سباقات الهجنة العربية الأصيلة نداءنا للعشر واقتربنا من بوابة الإعلان من بوابة الكيلو الأخير أول العابرات الصمود راشد بن عبيد بن راشد بن عاضد المهيري يتصدر الجموع
ينطلق مع الصدارة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام على الانطلاق والإبداع لدى تواجد الصمود راشد بن عبيد مراشد بن عاضد المهيري. بدأ يتقدم، بدأ ينعطف الميدان، بدأ ينعطف الميدان، وهذا الصمود بدأت تنطلق على الصدارة بالأوامر الطفيفة، بشبه الطفيفة ما شاء الله، بالسماعة فقط. راشد بن عبيد بن راشد بن عاضد المهيري من البداية وحتى هذه اللحظات مسيطرة، كل السيطرة. تابع المركز الثاني وشوف الوصول في هذه اللحظات مع انطلاقة واندفاعة. هنا من تتقدم ماضي محمد بن صالح السعيد الكثيري، وصل بالشرقي، وصل بالشرقي على مستوى المركز الثالث. ولكن الصمود، ولكن الصمود، تتقدم الصمود، تنطلق الصمود مع الصدارة والعصافة البطان. ما شاء الله وتبارك الرحمن، يا ذكر الله على الانطلاق، يا ذكر الله على الإبداع، على هنا أيضا الإبداع في الأمتار الأخيرة. هذه الصمود، هذه الصمود بالعرض الرائع والممتاز، ولا هي غريبة عليك يا المهيري، ولا هي غريبة عليك يا المهيري، بالعروض الممتازة، بالعروضات الممتازة. سلام يا المهيري، سلام، سلام بن عاضد، سلام. بداها 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 هنا أيضا، بداها بأول الأشواط مع انطلاقة هنا أيضا زعفرانة، وختمها بالانطلاق الصمود. المركز الثاني بالشرقي، المركز الثالث في هذه اللحظات وصول والانطلاق من خلال تواجد دندار مسلم بخيت بسال مقداد الكذيري. المركز الرابع والخامس حتى المركز العاشر نحيله إلى أعضاء خط النهاية، 6 دقائق 11 ثانية. تهانينا والناموس لمالك الصمود راشد بن عبيد بن راشد المهيري لتقدم العرض الرائع والممتاز في الأمتار الأخيرة. سلام المهيري، سلام، وسلام الصمود، سلام.